جمال سري. كده احنا جينا لنقل الجمعه القادمه بعنوان الندوه جمعه بلا مصادمات، لكن المعروض مواضيع كثيره كده، فانا شايف هي سنه تتحدث في يوم الجمعه. انا شايف ان طب ما احنا ما اتكلمناش في يوم الجمعه، لا يعني تطرقنا لامور لماذا نشا الائتلاف وبعد كده الثوره والجماعه ما حضرتش الثوره، هنخش بقى الحضارات ما حضرتش، امرت ما امرتش. طيب عايزين نخلي التطرق ليها، لكن هي ايه؟ هو كل واحد عمل على رايه. يعني الشيخ اتكلم مش طبيعي، احنا بنتكلم الائتلاف ما نشاش الا عن وجود، ما فيش اختلاف تغير اتجاه الجماعه. طيب انا هنفذ سريعا اولا الى قضيه الموضوع. حضرتك اتكلمت في موضوعك اللي انت عاوزه، المداخلات بقى اللي اتكلم في كذا وكلام كذا ببعت للدكتور. خلاص اتفضل. انا هنفذ سريعا الى موضوع الندوه، وهو القلق من وجود تصادمات في الجمعه القادمه. يا ريت الموبايلات تبقى صامت ما خدناش. فاقول اذا كان هناك اي قلق فيجب ان يتوجه هذا القلق الى مصدر اخر غير الجماعه الاسلاميه، لان الجماعه الاسلاميه تنوي ان هي تذهب الى هذه الجمعه بدون اي صدام للمحافظة على سلمية الثورة، لأن سبب كل التصريحات التي صدرت هو أن الثورة بدأت تخرج عن سلميتها، والجماعة السلمية حريصة على أن تظل الثورة سلمية، وبالتالي يوم الجمعة إن شاء الله هو للحفاظ على سلمية الثورة، وهذا مطلب من مطالب الجماعة، أن الثورة تظل مستمرة سلمية، لا تنادي لا بغلق قناة السويس ولا تغلق مجمع التحرير ولا توقف المترو ولا تعتدي على حد جاي يعبر عن رأيه في ميدان التحرير، ولا أيضا التخوين. إحنا ضد التخوين تماما. فأنا أطرح كمان عدة نقاط عملية، وأرى أن هي دي لازمة لنزع القلق إن شاء الله من موضوع الثورة. الأستاذ فضيلة الشيخ تكلم في واحدة منها، والسورين برضو أكد كلامه، وهو أن تكون هناك نية صادقة بأن تخرج هذه الجمعة جمعة الإرادة الشعبية، جمعة بتقول أن في الناس اللي قامت بالثورة، الشعب الذي قام بالثورة حاضر وموجود ومحافظ على خط الثورة وعلى سلميتها وعلى نزاهتها وعلى أسلوبها الراقي في التعبير، وان هذا الشعب وهذه الاراده الشعبيه بترفض اي اساليب اخرى في التعبير عن الراي، وبترفض غلق المترو وبترفض غيره من هذه الاساليب. الشعب عبر في الاول باساليب راقيه، تستمر الثوره تعبر بهذا الاسلوب الراقي. فاول حاجه النيه، واظن دي احنا يعني اتكلم فيها الاستاذ. الامر الثاني انه ما يكونش فيه يعني مطالب خاصه داخل الثورة، والتأكيد على المطالب التي أجمع عليها الشعب تقريبا في أيام الثورة الأولى، في الأيام الأولى يعني ترتيب مطالب الثورة. احنا بندعو إلى تقصير الفترة الانتقالية للخلاص من هذه الفترة واضطراباتها، والدخول في فترة استقرار وحكومة جديدة، هذه الحكومة تتبنى الثورة ومطالبها وتعمل حسيسا على البداية في ترتيب الأولويات وتسير وفق هذه الأولويات، لأننا نرى أن مطالب الحالية مطالب مضطربة ومطالب ممكن تكون متعارضة ومطالب تؤدي إلى يعني ارتباكات واضطرابات ويعني نوع من اللخبطة في الرؤية. يعني عايزين نقول أن احنا ربنا أنعم علينا بوضوح الرؤية لما نبص لمجتمعات أخرى من حوالينا وخصوصا العراق. وضوح الرؤية يعني الجيش من أول ما نزل قال إحنا هنعمل انتخابات في شهر كذا، وبعدين انتخابات في شهر كذا، وهنسلم السلطة في شهر كذا. فإذا دي نوع يعني نعمة وضوح الرؤية. الصح إن إحنا ما نسعاش إلى لخبطة الرؤية بقى من أول وجديد، ونقول لا دي أولا ودي ثانيا، والفترة الانتقالية دي نملأها بالاضطرابات اللي هي في النهاية تؤدي إلى
تطويل لهذه الفترة الانتقالية، لأن من البديهي أن هيتقال إزاي هنعمل انتخابات والبلد مليئة بالفوضى بهذا الشكل. فالمطلب الثاني التأكيد على مطالب الثورة. المطلب السبب الثالث للحفاظ على الجمعة بلا صدمات طبعا رفض التخوين. احنا ضد التخوين، ومش هيحصل تخوين لأي فصيل من الفصائل بإذن الله تعالى. أيضا عدم رفع أي شعارات أو أي هتافات مضادة لأي فصيل. يعني احنا مش هينفع ان الجماعة السامية مثلا ترفع شعار أو هتاف مضاد لأي حد، ولا أي حد أيضا يرفع أي شعار مضاد لأي فصيل آخر، وبالتالي يمكن يحدث أي نوع من الارتباك. أنا أريد أن أنزع أي شعور بالقلق من تجاه الجماعة السامية، سواء بالنية أو بالعمل، بإذن الله أنه ليس هناك أي نية، وكذلك بالعكس خطوات مأخوذة من أجل أن تخرج هذه الثورة معبرة عن الإرادة الشعبية، لكنها تقول أن شعب مصر حاضر، ومصر شعب، وشعب مصر مالك دفاف، مالك الدفة، وماسك دفة الثورة، ومتجه بها الاتجاه الذي صار به من البداية. ده أظن الموضوع الأساسي في الموضوعات الجانبية بقى، إنه جماعة أمرت أبنائها بعدم الحضور، ده ما حصلش. إن جماعة أمرت أبنائها بعدم النزول، وأنا أحد قيادات الجماعة، ومثل هذه الأمور يعني إيه؟ خلاص ماشي، كما تفضل.